اهلا وسهلا مره تانيه، رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحه. عملنا البصل السريع وعملنا الخيار، ودلوقتي هنعمل ليمون بالعصفر وحبه البركه، محبوب جدا. طبعا ممكن تعملوا الليمون ده سريع بس بالخل والملح وخلاص المحلول بتاعه، ويبقى سريع اللي هو السليم لان هو صغير. طبعا في الليمون لازم اختار الليمون الاصفر اللي هو جلدته ناعمه، طبعا بيكون اكبر، بس طبعا احنا عايزين نعمل لحضراتكم انه في ناس كتير عايزه تعمل ده قبل العيد وعايزه تلحق يبقى عندها شويه مخللات، مفيش مشكله خالص، حاضر من عينينا. انا بس حبيت اقولها لحضراتكم، انتوا بقى اختاروا الوقت المناسب. وتعالوا نقول كده المقادير. عندي الليمون اللي بالعصفر وحبه البركه السريع، عندي كيلو ليمون، نص كيلو من الجزر، طبعا هو هيبقى ربع كيلو، حاجات بسيطه، جزرتين ولا حاجه. عندي فلفل احمر مفروم، عندي معلقه من الثوم، نص كوبايه من حبه البركه، نص كوبايه عصفر، نص كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه ملح خشن، برطمانات معقمه. ده يعمل بتاع 3 كيلو ليمون، الكميه اللي انا حطاها دي تعمل 3 كيلو ليمون. احنا بقى طبعا هناخد الكميه اللي تناسبنا على قد كميه الليمون. تعالوا كده نقول ايه، بسم الله. عندي طريقه اقدر اعمل، انا لو سبته زي ما هو ابقى انا كده هاخد وقت كتير في التخليل لانه سليم، فانا هنزله كده في الميه عشان ابدا ايه اديله غلوه فاساعده شويه. حلو الكلام؟ طيب هقلبه كده تقليبه حلوه عشان ايه ياخد غلوه. في الوقت ده هكون جايبه انا العصفر، العصفر ده فوائده كتير جدا، بيستخدموه كمان بديل للزعفران كتير اهو. شويه كده، شويه حبه البركه، هنجيبهم نحط دول في الاخر. طبعا الملح الخشن زي ما اتفقنا، اولا ما بيهريش الحاجه، حط معلقتين عصير الليمون. عايزه اقول لكم العصفر ده بيهدي الاعصاب جدا، بيخلص من التوتر، في ناس كتير بتغليه بتستخدمه. احط شويه فلفل كده معاه، فلفل يعني مش حار، فلفل بارد. تخيلوا بقى ليه فوائد للشعر، بيقوي الشعر جدا، في ناس بتغليه وبتاخد الميه بتاعته وترشها على شعرها، يعني حلو، بيمنع التساقط. بصوا اللي عايز يحط توم يحط، اللي مش عايز يحط ما يحطش. عايز اقول لكم البشره كمان رائع، بيدي نضاره حلوه جدا ونعومه للبشره، روعه. العصفر ده يعني احنا تقريبا ما بنستخدموش غير في الليمون، هو اصلا مكمل غذائي جدا، لان هو اكتر حاجه بقى تخيلوا بتنزل الدهون الضاره اللي موجوده في الجسم. دي بقى انا عرفتها من حد، يعني كانت بالنسبه لي حاجه غريبه او جديده. تعالوا بقى كده ناخد طبعا اللي هو ايه العصفر في الانواع البرياني، مش انا لسه بقول بديل لل بديل للزعفران، ممكن تستخدموه في التتبيلات، ممكن تستخدموه في انواع برياني، انواع رزات وحاجات، بيبقى روعه. يا لا هو مفيد بصراحه، بس احنا يمكن تعرفنا عليه اللي هو بس في المخلل. نفسي نغير الكونسبت ده شويه ونبدا نتطرق لحاجات تانية مفيده. بصوا هو هنا لسه ما وصلش للمرحله اللي انا احس ان هو هيبقى سريع معايا، سيبه شويه. حبه البركه كمان دورها رائع، بصوا انا حطيت معاها جزر، الليمون ده هيطلع عبقري. طبعا لسه هنضيف عليه عصير ليمون في الاخر، بس انا بقى هضيفه وانا بقفل البرطمان. الحقيقه في طريقه رائعه جدا، لما كنت مستعجله في مره حطيت الحاجات دي كلها على الليمون من غير ميه، حشيت الليمون عادي جدا وكله، حطيت الكميه دي يعني على النار وقلبته قلبته قلبته لحد ما هو نزل الميه بتاعته على نار هاديه، وبعدين رحت واخداه ورحت بقى حطاه في البرطمانات وعملت ليه الزيت بتاعه وحطيت له عصير الليمون. حطيت عصير الليمون ليه بارد؟ عشان الفيتامين سي بيتكسر في السخونيه، فانا مش عايزه ايه، عايزه على الاقل بقى استفدت بايه، بعصير الليمون اللي موجود جوه البرطمان. خليني بقى اشيل دول كده واحط دول مكانهم، يبقى الليمون الاصفر اللي نعمل ايه، نعمل الملمس او الجلده بتاعته ناعمه عشان ما تبقاش ايه خشنه وبتاخد وقت في التخليل، تبقى يعني كده. ونعمل كده اهو، شايفين ازاي روعه. تعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نطفي هنا. وتعالوا بقى هاخد كده، اجيب البرطمان، بسم الله الرحمن الرحيم كده. حط بس شويه حبه البركه الحلوين دول، تزداد بركه.
روعه مفيده جدا. حبه البركه، بصوا عايزه اقول لكم حبه البركه دي مش بس بقى الامراض الصدر وان الواحد يبقى صدره تعبان فيحطها، لا حد بقى عنده احتقان في الانف ومثلا اللي هي الرانينج نوز دي او السيلان بتخففها، صدره تعبان بنحط نقطتين على الشاي نقطتين على المشروب من زيت حبه البركه. عايزه اقول لكم تساقط الشعر ممتازه، بتتغلي مع القرنفل، عارفين كده؟ في ناس بتستخدمها في علاج حب الشباب، بس طبعا ده لازم يبقى يعني ايه ما يبقاش فيه لا قدر الله مشكله فظيعه، يبقى حب الشباب المعتاد البسيط اللي احنا متعودين عليه يعني. لكن في انواع تانية من حب الشباب تبقى لازم دكتور جلديه يعني يباشر الموضوع. طبعا انا عشان هو صغير فانا مش ايه، طبعا الملح تقدروا تتحكموا فيه زي ما انتوا عايزين. انا بصراحه ما بحبش المخللات الحادقه قوي، ما بحبهاش، بحبها حلوه مستصاغه، لكن حادق قوي ده عايزه اقول لكم بيحوش ميه في الجسم بشكل رهيب وبتبقى ضاره جدا وانا مش بحبها. عشان كده الواحد يلاقي نفسه ساعات ايه جسمه منفوخ وهو مش عارف من ايه السبب، بس ايه يقول طب ليه، تلاقوا نفسكم كلتوا جبنه حادقه، كلتوا زيتون مخلل، كلتوا حاجه مخلله. ده الكاتل بتغلي ماشي. بصوا عماله اعمل كده ايه في النص الخلطه الرائعه دي اهي. الملح الخشن ده كمان من الحاجات اللي بتقلل الايه يعني ان الحاجه تتهري مننا. وطبعا بعد ما بيوصل لمرحله التسويه في البرطمان انا بحطه في الثلاجه خلاص، بفضل بقى ايه اتعامل معاه واحط له بقى زيت زيتون يعني اظبطه عشان يدي طعم حلو ويبقى حاجه كده محترمه معموله في البيت. طبعا زيت الزيتون بيبقى معلقتين كده على الوش، بعد ما بنضيف طبعا عصير الليمون بنكبس كده البرطمان، شويه خلطه كده في النص من اللي احنا عاملينها دي كده، وما بيتضافش عليه غير عصير ليمون وزيت زيتون او زيت نباتي لو ما فيش زيت زيتون. الملح لازم يبقى مظبوط. انا بقول ان في ناس ممكن هو دلوقتي انا كوبايه يعني انا دلوقتي عامله المعيار معلقه وخلاص انا عارفه ان المعلقه دي مظبوطه وضقته لقيته مظبوط، طب ليه احط زياده بقى؟ احط زياده ليه؟ ما هو هيتهري مع الوقت وبعدين هيبقى حادق قوي وكل ما بيقعد بيحدق اكتر، صح كده؟ يأثر على العمر بتاعه لو قليل ويهريه لو كتير. يا رب اكون قدرت اجاوب على السؤال يا فندم. طيب هشيل بقى كده وتعالوا عصير الليمون. بسم الله. اللي على الوش دول هيبقوا زيت زيتون. لازم تغمرها، تغمر الحبات بتاعته. ماشي الكلام؟ يبقى حطينا عصير ليمون وبعدين قفلنا بالزيت الزيتون. وخليني ايه؟ هشيل دول كده واخد كيس من اكياس الثلاجه زي ما عملنا في اللي فات. هنقصه وناخد على وش او فوهة البرطمان عشان يبقى محكم. ده يعني ايه؟ لو احنا بقى غليناه قوي وسويناه الليمون بعد يومين ثلاثة تاكلوه، لو انتوا سايبينه زي حالاتي كده هياخد له اسبوع او 8 ايام اهو. شايفين ازاي؟ لان انا مش هرياه قوي عشان هو صغير، انا لو غليته زياده هيفضى، انا مش عايزه اغليه زياده.